بكل صراحة، يعني الحمد لله رب العالمين. أصبت في الحرب الإسرائيلية الأولى على قطاع غزة عام 2008، فبعد تقريبا الإصابة ب7 شهور تزوجت وأنجبت 3 أولاد وبنت. يخلي لك اليوم الحمد يا لله رب. رب العالمين. في عام 2012 بلشت في موضوع اللي هو النحت على رمال البحر، بما انه عندنا الشاطئ اللي هو على حدود قطاع غزة. فبلشت في هذه الموهبة، عبارة عن موهبة فنية، أكبر منحوتة سويتها عندنا في قطاع غزة لمؤسسة روسية ما يقارب ال 500 متر مربع. فهذه يعني كانت أكبر اللي هي المنحوتات، وعملت منحوتات لجميع الدول العربية وعملت صور. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. يعني الإعاقة اللي عندك إياها ما منعتك إنك تحقق حلمك وطموحك، ولا في إشياء منعتها؟ هل كان الفن هو خيار أساسي بحياتك، ولا لقيته منفذ لإلك من بعد الإصابة؟ يعني بكل صراحة اليوم اللي بعد الإصابة ما همتني موضوع الإصابة، بالعكس زادتني عزيمة وزادتني إصرار وقوة ما بتمنعني إني أكمل حياتي. أتمنى إنه اليوم أنا وصلت الفكرة إلى قطاع غزة، أتمنى إني أوصل الفكرة في دول العالم، في دول العالم ككل بإذن الله. يعني أنا هذا اللي بتمناه، والإصابة ما أثرت علي.